فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم زول في الأول أخواتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم زول في الأول أخواتي. اليوم الفيديو تاع اليوم مختلف، ولكن حبيت فيه أني نجاوب فيها على بعض الأسئلة اللي راكم تسقسوا عليا، خاصة المبتدئات في مجال الحلويات. أختي وين تعلمتي الحلويات؟ والكثير ثاني سألني كيفاش نتعلم الحلويات وين نتعلم الحلويات. هذا الفيديو راهو لكم أنتم أخواتي. بسم الله نبدأ. أول حاجة أخواتي حبيت نقولها لكم بلي أنا الحلويات ما عنديش دبلوم، أنا متعلمة بهذو اللي راكم شايفينهم كامل هنايا، هذو كامل كتبة. ما كنتش نشوف كتاب إلا وما نشريه، ما كنتش نشوف كتاب إلا وما نشريه، مهما يكون الكتاب اللي يعجبني نشريه، حتى وإن كانت فيه وصفة مكررة نشوفه، وقيلا نشوف في ديك الوصفة حاجة جديدة، وقيلا نتعلم منه حاجة جديدة. وصراحة الفترة طويلة كامل اللي خدمت فيها الحلويات تعلمت بها الحمد لله. أول وحدة علمتني هي الأم تاعي، كانت الحلويات التقليدية هي اللي علمتني المسكوتشة، الكروكي، الطابع، القريوش، هذو كامل الأم تاعي ربي يحفظها لي هي اللي علمتها لي. أما البقية كامل جيبيها من الصابلي وطلع تعلمتهم كامل وحدي. كيفاش تعلمت وحدي خواتاتي؟ أنا في كل مرة كنت نخدم، ما كانش عيد ما نخدمش فيه، ما كانش مناسبة ما نخدمش فيه، الأحباب نخدم لهم، الجيران نخدم لهم، اللي يستحق لي نخدم له، هذه كامل كنت نمشي فيها يدية، حتى وصلت للدرجة اللي راني كما نقولوا حنايا نجتهد في وصفات ونخرج وصفات ونجتهد في أشكال، يعني من راسي. الخبرة توصلك وين خلاص ترجعي تعرفي الحلويات لدرجة أنك خلاص ترجعي تعرفيهم مليح مليح مليح. ثاني الموضوع ثاني اللي حبيت نهضر فيه مع البنات، ثاني نشوف واحد الظاهرة راهي خرجت كاينة يقولوا لك راني نتعلم، مثلا تعلمت في يومين ولا في ثلاثة أيام، فعنده ورشة ويعلموا بثلاث ملايين، ربع ملايين، خمس ملايين، يتعلمك في يومين ولا ثلاث ايام 20 نوع، 15 نوع، 16 نوع. انا خواتاتي بيناتنا بيناتنا صابلي وحده كما قلت لكم خواتاتي، يعني صابلي وحده، صابلي وحده راه شعل من نوع، فيها شعل من حاجه صابلي نعلم لك فيها المارغرين اللي ديريه، كيفاش تختاري الفارينه، كيفاش ما ينشفلكش، كيفاش يكون الطياب تاعو الى اخره. يعني صابلي وحده وحده سلاقلو نهار باش تتعلميهم، ماشي تتعلميها وما تقوليش تعلم تمام اذا خرجتي من الورشه. واللي صح صح فغيمون راهي فغيمون فغيمون غايضتني يرحم بابك، بعد ثلاث ايام تعطوا لها دراهمها وتسنيي لك ديبلوم باللي خرجتي وراكي تعلمتي هذو الوصفات. اسكو خواتاتي بيناتنا 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 هذه كاينه منها، انك في ثلاث ايام تعلمتي 20 وصفه وخلاص وخرجتي بديبلوم؟ اسكو راكم كيما كيفاش نقولوا لها، يعني المهم هو الدبلوم في المهنه تاعنا، الدبلوم لا يهم تماما تماما تماما. انا شخصيا راني نخدم بلا دبلوم، مانيش دبلوم، انا ها هو الدبلوم تاعي، سنوات من الخبرة، سنوات من الخبرة، سنوات من العمل. وانا خواتاتي بديت كي كان عمري 13 سنة دخلت المطبخ، الأم تاعي نخدم، أنا كنت كي شغل سبيسياليتي تاع حلويات ولي صالي في الدار وكاع الأم كانت تعطيهم لي، ومنها انطلقت. وأنا قارية وعندي شهادة البكالوريا سونتيفيك، أنا جبت شهادة تاع البكالوريا تاعي في 1996 و 1996 جبتها كي كان الإرهاب داير حالة في شلف، جبتها نهار اللي حرقوا الليسي تاعنا تاع الرادار، جبتو في أسوأ الظروف، وقرينا والحمد لله تزوجت وعندي بناتي ودروك راني مع الحلويات وراني مكملة وتستمر الحياة. أما أنك تقولي لي في ثلاث أيام تدي ديبلوم تاع 20 حبة قاطو، خواتاتي سمحوا لي. أنا مؤخرا وحدة قالت لي بلي وحدة دارت لهم باغ انترنت، كل يوم دير لهم درس يخلصوها، وكل يوم دير لهم درس باغ انترنت. بيناتنا خواتاتي بيناتنا، اون بات ما توشيتيهاش بيديك، اون بات ما حكمتيهاش بيديك، وخاصة اللي يحبوا تتعلموا، عمرك عمرك ما تتعلمي سواء في مدرسة ولا عند وحدة ما تعطيكش توشي لابات.
اذا ما توشيتيش لاباط اسمك ما تعلمتيش اختي، وماشي توشيتيها صافي خلاصة. الوصفة ديريها شحال من خطرة في داركم، ديريها لحباباتك دي باه تقولي راني نعرفها. وصفة وحدة تبداي تكتشفي في، انا كيما ديك الوصفة اللي عطيتها لكم تاع الزيت البارد وتاع البيضة باردة تاع الزيت، انا اول يوتيوبرز قلتها كامل في الجزائر، اول يوتيوبرز قلتها وداوها اليوتيوبرز. انا للامانة اخواتاتي اللي نحطوا بصحتكم، اللي نحطوا سواء يوتيوبرز ولا اي وحده حابه تدي من القناه تاعي بصحتكم. انا القناه مانيش دايرتها باه نسترزق منها، انا القناه هاني دايرتها الحمد لله يا ربي، انا راجلي مكفيني وموفيني الحمد لله يا ربي. يعني ماشي انا القناه كانت حاجه في قلبي كنت حابه نحل فيها قناه، يعني كي شغل بيبليسيتي لينا في الخدمه، هذا من بين اساليب الاشهار لخدمتنا باش الناس تعرفك اكثر، ناس ولايتك الفيسبوك اشهار. خلينا نضرب من هذا الموضوع باسكو مازالهم جايين مواضيع خوتاتي في ذا المجال كاين بزاف هضره. انا باش ما نطولش عليكم كل خطره ندير لكم شويه فيديو هكذا باش نبدلوا شويه من المطبخ. انا خوتاتي ها هو الدبلوم تاعي، ها هم لي دبلوم تاعي راكم شايفين هذا. كون نحسب لكم الكاطو اللي فات على يديا، كون نحسب لكم شخ خدمت، كون نحسب لكم السنيوات، كون نحسب لكم المواعين اللي خدمتهم، كون نحسب لكم المواعين اللي غسلتهم، كون نحسب لكم الخدمه غير ربي اللي عالم بها. باش وصلت دروك كي راني نقول بلي راني صح حلواجيه، راني صح حلواجيه دروك كي راني نخدم للناس راني نقول بلي صح، راني عارفه روحي شاني ندير. انا الناس اللي تهضر على خدمتي، الناس اللي تهضر ماشي انا اللي نهضر على خدمتي. اما انك انا صراحه هذه رساله لهذو اللي راهم يعلموا، انك ديري دوره تدريبيه تاع دي كاتو تاع والو في 20 يوم في 20 حبه في 3 ايام ومن بعد تعطيها لو ديبلوم، يعني للامانه تكون عندكم شويه تاع امانه مهنيه خواتاتي، تكون عندكم شويه تاع امانه مهنيه. انا صراحه خواتاتي ما تقدريش تشوفي، انا شخصيا نكون نروح نتعلم، انا دروك ما نقدرش دروك انت على راكي ديري ديك الدوره باش عاد انا نكون ذكيه، انا ايكول نروح نتعلم منها ما تعطينيش توشي لاباط ما نروحش عندها. انا وحده دير لي دوره تكوينيه ولا ورشه تعلمني زوج ولا ثلاث انواع كاطو في نهار وتدي عليا سومه كبيره ما نتعلمهاش. اذا نروح نتعلم نتعلم على الاقل وصفه ولا زوج ولا انا وحده يحكوا لي عليها، قالوا لي غير بالقريوشه، قالوا لي ما شاء الله ما تحبسش غير بالقريوشه، ومراه تاع دار عاديه غير بالقريوشه ما تحبسش من الخدمه. اللهم تتعلمي قريوش، تتعلمي مقروط، تخدمي مع الحلواجيه، تخدمي مع المحلات، خير من اللي تروحي ديري هذا. وخواتاتي نقول لكم حاجه، انا ها هي وحده من السيدات اللي نحترمهم مدام رزقي، انا من هذه معلمه تاعي الاولى في التلفزه الجزائريه. تحية ليك مدام رزقي، ما تعرفينيش بصح انا نعرفك، تحية ليك. انت كنتي اول مدرسة ليا، هذه السيدة ها اللي كان عندنا غير لو ان تي في غير اليتيمة تاعنا، انا تعلمت عند هذه، انا عند هذه اللي تعلمت لاباط بغيزي، هذه اللي تعلمت لي لاباط صابلي، هذه السيدة اللي علمتني هاهي شوفوها السيدة رزقي. تحية ليك مدام رزقي، تستاهلي كل خير. ثاني كاينة وحدة من سيدات الجزائر اللي ندير لها تحية، هاهي سيدة حورية، هذه سيدة من سيدة الجزائر نقولها انت يا وي، هذه تعلمت عليها المخبوزات. شوفوا من ناحيه المخبوزات مع ونحبها شحال نحبها، وان شاء الله يجي نهار ونتلاقى بها من بين احلامي، هذه سيده حوريه والسيده رزقي نتلاقى بهم صراحه، هذو زوج تحيه لهم. انا صح ما تعلمتش عند مدرسه بصح هاهو المدرسه تاعي، كل ما يديروا وصفه وهذه شحال امينه في خدمتها مع هذو زوج، انا نحبهم عندهم الامانه. هذه صح متعلمه، هذه يعني هذه عندها ديبلوم سيده كما نقولوا سيده حوريه مدام رزقي، والله ماني عارفه مي عندها اللي كنا نتعلموا في لو ان تي في منحبها بالبزاف، بديت عندها ومن بعد جاو ها هم الكتب، نشري كتبها بالفرنسي، نشري كتبها بالعربيه، نشري كتبها تاع هذا مثلا جارتي اللي هدته لي يعطيها الصحه، هدت لي ثلاث كتبه من هذو جارتي ربي يحفظها جارتي صباح، تحية ليك صباح، أنا عارفة بلي راكي تبعيني تحية ليك. هذه هي خواتاتي، أنا إذا تعلمت اليوم ما تعلمتش غير هكذا، تعلمت صح بصح سنوات وسنوات تاع خدمة، سنوات وسنوات تاع تجربة. أنا كي نعطيكم هنا نصائح راني نعطيهم لكم، شحال من وحدة تدخل قناتي تقول لي مدام تعلمت من عندك، شا ما تعلمتش في وين تعلمت؟ في المدارس، والحمد لله والله لن نمد لكم بالامانه. نقول لكم علاه، باسكو انا كان جماعه كبيره كانت تحسدني ما تعطينيش وصفه، والله الا جماعه كبيره، انا كانوا كي ما يحبوش يعطوني وصفه نضرب عليها حتى نجيبها. تعرفوا ديك نحفر تحت الارض حتى نجيبها. شو تحدي؟ كنت نتحدى اللي ما تحبش تعطيني وصفه يسموها الوصفه ماشي انت خلقتيها، من عندي كاين جماعه اللي كانوا ما شاء الله
كانت ثاني وحده خالتي لي غوسات تعلمت منها ثاني خالتي زور تحيه ليها عطتني بزاف لي غوسات ثاني ربي يحفظها. خالتي نونو تاع قسنطينه هي اللي علمت لي رشطه، هي اللي علمت لي كيف يعطوا هذاك تاع قسنطينه نسيتو، هي علمتني بزاف وصفات. احنا ما كاش وحده نشدها ما نتعلمش عندها. وكاينه حاجه خواتاتي ثاني الفو ايمي، يعني اذا ما حبيتيش هذا المجال ما تدخليش، ما تدخليش باسكو مجال صراحه اذا ما كنتيش تحبيه ما تنجحيش فيه. ماشي راني نحي لكم، حوسي على مجال واحد اخر تحبيه، حوسي على اي مجال واحد اخر تحبيه. انا هذا المجال نحبه، شوفوا راهي سخانه راهو الصيف التعب تاعها الدار ودراري ما استمتعوا فيه. شوفوا انا كي تجيني كوموند نفرح، كي نكون نخدم فيها نفرح، وكي نمدها ونخلص نفرح. يعني العمل تاعي كامل فرح. اذا كان عندك هذو ثلاثه عارفي بلي تيام طون ترافاي، اذا ما كانوش عندك هذو ثلاثه عارفي بلي راكي دايرتها برك على جال دراهم ولا لسبب اخر. حبوه، اذا حبيتوه صدقوني حتنجحوا. والنصيحه اللي نعطيها لبناتي لاخواتي، اذا حبيتوا تتعلموا، انا هذه دات لي سنوات من عمري خواتاتي، انا دروك راني كيما قال لك راني فاتت عليا سنوات باه تعلمت كامل هكا. اليوتيوب هم كاين يوتيوبرز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في التقليدي في البريستيج، كاين يوتيوبرز تحيه لكل اليوتيوبرز راهم يعطونا وصفات، رانا ندو رانا نمدو ورانا ندو على كل حال صراحة لله. يعني انا شخصيا قلت لكم اي وصفة نحطها هنا لاي يوتيوبر تديها اي حاجة حبيت بسمح خواتاتي، انا مانيش دايرتها باش نسترزق منها الحمد لله، وراني دايرتها فقط دعوة الخير تكفيني ولله الحمد. انما كما قلت لكم بلاكو تدخلوا عند واحدين يعلموكم ما يخلوكمش توشوا لاباط، بلاكو تدخلوا عند واحدين يعلموكم بثلاثة اربع وصفات في النهار، بلاكو تدخلوا عند هذوك الورشات تاع 20 وصفه في يومين ثلاث ايام. خواتاتي كاين بزاف ما يعرفوش تبان لهم باللي لا لا لازم ندخل. انا شخصيا كاين جماعه اللي يتعلم صراحه عندهم النيام، لكن هذه السنوات الاخيره انا شفت العجب تاع هذو الورشات. يعني انا صراحه ممكن راح ندي انتقاد من هذه الجماعه، لا يهمني انتقدوا كما ظهر لكم ما على باليش انا بانتقادكم، انما والله راح نعطي نصيحه لوجه الله. وبناتي ان شاء الله راكم تتعلموا هنا معايا في القناه ان شاء الله، كل مره راني نمد لكم وراني معاها نمد لكم في النصائح، كل مره نمد لكم نصائح نمدهاهم لكتب اخواتاتي بلا الكراريس وجماعه الكراريس، وما نهضر لكمش على الجماعه هاهم مساكين الكراس مسكين خلاص خلاص تاع عام جدي هاهم الاوراق كيما نصيبش كراس نكتب فيها تاع بكري كنا نحو من الجرنان اخواتاتي. هاي هاهو الدليل اي حاجه كنت نصيبها، هاهو البسكيطو تاع جرنان، نتوما تدو دوك وصفه من الجرنان يا حسره، هذا اذا كنتو تشوفوا الجرنان. هاي البنات واش نقول لكم، ان شاء الله نكون اليوم فتكم بهذو بعض النصائح. مازال كاين النصائح والله يا خواتاتي، شوفوا في هذا المجال النصائح لا تنتهي، كاين بزاف نصائح. منين ذاك راني مع لي كوموند، منين ذاك راني نبعث لكم وصفه، منين ذاك نوري لكم طريقه عمل، منين ذاك نوري لكم تنظيم، يعني على حسب كيفاش يعاونني الحال. اذا نسيت كاش حاجه قلت لكم اعطوني اسئله، هذه هي نورمالمون جاب لي ربي جاوبت على كل الاسئله في هذا الموضوع. نقول لك حبيبتي دمتي متالقه، ديما قلت لها انا تلويث ارسم لي لسان.